ترجع مسلسلات البيئة الشامية لتنافس بقوة في الدراما العربية من خلال المسلسل السوري سلاسل ذهب من إخراج إياد نحاس. الشيء اللي المفروض يميزه أنه هو بعيد عن كحتوتة كقصة، أنه بعيد عن الشيء الشامي اللي تعودنا عليه بأنه قصته ممكن تصير بأي زمان ومكان. ودور أحداث المسلسل في الحارات القديمة عن حياة صائغ ذهب، يمثل شخصيته الممثل بسام كوسا، وعن زوجاته وعلاقاته النسائية في إطار اجتماعي رومانسي. بدي ضل إشي لحتى أعرف ليش هيك عملتي. إيه شو رح تستفيد؟ أنا هلأ على زمة رجال تاني، خلص مش الحال. والمسلسل بيعتمد بشكل كبير على البطولة النسائية اللي بتمثل أساس مسار الأحداث في المسلسل. العنصر النسائي فيها في بطولة كتير كبيرة، وهو عناصر فعالة كتير كبيرة. ومن بطلات المسلسل الفنانة سحر فوزي اللي اعتبرت تجربتها في سلاسل ذهب مختلفة عن أي عمل تاني. هون في شيء مختلف، واحدة بتحسيها بتقسى، لكن طيبة إلى أبعد حد. وبتدور منافسة درامية في أحداث المسلسل بين سحر ودرتها الفنانة جيني أسبر. ظريف الدراية، لا ما حلو أبدا، مو من مصلحتي اطلع مع جيني أبدا. حبيبتي بس لا، هلأ هي بتكرهني بس أنا بحبها. لكن خارج التصوير علاقتهم مختلفة تماما. أنا كتير سعيدة فيها من حيث اللباقة، التعامل، الالتزام، بتاخد العقل بالشغل. يعني الكواليس مهمة جدا للفنان، يعني هي شهادة كتير كبيرة منا، يعني فنانة عظيمة وقديرة مثل سحورة. وكشفت لنا الفنانة شكران مرتجى عن دورها في العمل. شخصية الداعية أم فوزي، شخصية محركة للأحداث بالإضافة طبعا لأبطال العمال، بس هي يعني بدنا نقول شخصية سلبية. ويشهد المسلسل عودة الممثلة مها المصري بعد غياب دام سنوات عن الدراما السورية. النجوم الموجودين يعني المشاركين بالعمل شيء شجعني إني أكون بهذا العمل بعد غيبة، يعني أنا اللي بعيدة عن الدراما تقريبا آخر شيء من بنات العيلة تقريبا 8 سنين. يعني ورغم أن الدراما السورية مشهورة بقصص القبضاي، لكن هنا الوضع مختلف تماما. قصة القبضايات هون كتير يعني تقريبا ما عندنا عقيد وقبضاي، والخناقات تعتبر كتير قليلة اللي بتصير بها اللي تعودت عليه الأعمال الشامية. والفنان سامر إسماعيل بيؤدي دور حبيب جيني أسبر اللي بيجبرها والدها الفنان أيمن بهناسي على الزواج بسبب الفقر. دوري شخصية أبو مطيع، رجل فقير عنده بنته صبية، بجوزها لرجل مسن شوي لكونه هو صاحب الفرن. عملت كل شي كرمالك، تجوزت أبو خالد لحتى ما يقلعك من الفرن مع أنه أكبر منك وأبرد حالي بالحياة. دوري أنا أخذ شخصية سليم، هو بيكون على قصة حب مع جيني أسبر وبيصير فيها شوية مشاكل.